بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق. اللهم خلقنا وأدبنا بخلق وأدب رسول الله، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع أدب جديد من الآداب الإسلامية، وهو أدب الذكر، آداب ذكر الله جل وعلا. الذاكر لله حي وإن كانت الأعضاء في جسده لا تتحرك، والغافل عن ذكر الله ميت وإن كانت جميع أعضاء جسده تتحرك. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وإن الجبل لينادي على الجبل باسمه ويقول له: هل مر عليك اليوم ذاكر لله؟ الذكر منشور الولاية، من أعطيه اتصل ومن حرمه انفصل. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. بيشكو من قسوة القلب للإمام الحسن البصري، فقال له الإمام الحسن البصري: أذبه بذكر الله، أذب القسوة بذكر الله جل وعلا. لأن الإنسان لما يذكر ربنا سبحانه وتعالى القلب هيلين، القلب هيطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. بذكر الله ترتاح القلوب تطمئن، ودنيانا بذكراه تطيب. ربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا بالإكثار من شيء في القرآن إلا من الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى أكثر من ذكر الله، اجعل لك ورد من الذكر. والذكر أنواع: الذكر الوارد عن حضرة النبي زي أذكار الصباح وأذكار المساء، زي الذكر قبل الطعام، الذكر قبل دخول الخلاء، الذكر لدخول المسجد، الخروج من المسجد، كل دي أذكار واردة عن سيدنا رسول الله. وأفضل الذكر قرآن. يبقى لك ودي موصول مع كتاب الله جل وعلا، تقرأ القرآن وترتل القرآن زي ما ربنا قال للنبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد والقيام بيبقى بالقرآن، تقرأ القرآن في قيامك وفي صلاتك بالليل يا رسول الله. ودي سنة لأمة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. طب إيه الآداب اللي نتأدب بيها لما نيجي نذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ هقول لحضراتكم بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه مع آداب الذكر. لما أجي أذكر ربنا إيه اللي أعمله عند ذكر؟ الأول حاجة الطهارة.
إنك تستقبل ربنا سبحانه وتعالى بوضوء، لأن الوضوء لما الإنسان يتوضأ يقبل على الله سبحانه وتعالى. أنت بتتوضأ بالماء، والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء. مجرد أنك تتوضأ أنت بتستجيب لأمر الله جل وعلا، أنت بتتوضأ لتقرأ القرآن لتذكر مولاك سبحانه وتعالى. وأيضا من آداب الذكر استقبال القبلة، إنك تستقبل القبلة عند ذكر الله جل وعلا، ولا سيما إذا كنت تقرأ القرآن الكريم، بتقرأ كتاب ربنا. نمرة ثلاثة، أن تستشعر أن الله يذكرك في الملأ الأعلى. يعني أنا لما أذكر ربنا في الأرض ربنا يذكرني في الملأ الأعلى. نعم، قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرته في ملأ يعني في جماعة ذكرته في الملأ الأعلى. الله أكبر. يعني أنا لما أقول لا إله إلا الله كده وأنا جالس مع نفسي الله يذكرني في عليائه. نعم. طب لو أنا ذكرت ربنا في جماعة أو مع ناس جلسنا نقرأ القرآن أو جلسنا في حلقة علم أو في حلقة ذكر، يذكرنا الله في الملأ الأعلى، الملائكة يذكرون في الملأ الأعلى: إني مع العبد الذي هو ذاكري وتحركت بي مخلصا شفتاه، إني أقدس من يقدسني ومن يرعى عهودي دائما أرعاه. ذكر الله جل وعلا بيخلي القلب يلين، ذكر الله جل وعلا بيخليك قريب من ربنا سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذكر، ومولانا جل وعلا يقول لنا في القرآن: فاذكروني أذكركم، 4 آيات في القرآن. من أعطى 4 أعطي 4، تدي 4 حاجات ربنا يديك 4 أشياء: من ذكر ذكر، من استغفر غفر له، من شكر زيد له، من دعا الله استجاب. لدى بنص القرآن من ذكر ذكر، قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم، من استغفر غفر له، قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، من شكر زيد له، قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، من دعا الله استجاب له، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى لما تدعو ربنا ربنا هيستجيب لك سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مجرد أنك تقول يا رب، ما هو ده أيضا ذكر. يبقى احنا خدنا كده من آداب الذكر: الطهارة، تذكر ربنا وانت متوضئ، 2 استقبال القبلة، 3 ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتستشعر ان الله يذكرك في الملأ الأعلى. نكمل في الحلقة اللي جاية بقية آداب الذكر ان شاء الله. هروح فاصل وارجع لكم، خليكم معايا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول فيه: لماذا أمرنا الله جل وعلا أن نسبح بعدد معين؟ يعني ليه مثلا
بعد كل صلاة بنقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ونختم المئة بقولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ليه نصلي على النبي في أذكار الصباح والمساء 10 مرات صباحا ومساء؟ ليه نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات صباحا ومساء؟ ليه نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة في اليوم؟ إيه السبب؟ قالوا العلماء لأن هذا العدد توقيفي، ده سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عمل كده. ما هي السنة؟ إيه هي؟ ما ورد على النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي قال لنا بعد كل صلاة تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، ثم تقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليه بالعدد ده وليه عدد معين؟ قال لك لأن الأمر هنا توقيفي. توقيفي يعني إيه؟ يعني فعله النبي. الكلام ده اللي سنه لينا حضرة النبي، وربنا يقول لنا في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. النبي اللي بيتكلم، لو انتوا بتحبوني صحيح اتبعوني، لان الاتباع علامة على صدق المحبة. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. يبقى احنا بنطيع أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه؟ لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى لما حد يسألك أو حد يسألك ليه بتسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33 بعد كل صلاة، قل له لأن ده أمر توقيفي فعله النبي وأمرنا بفعله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة رسول الله ومن السائرين على نهجه وهديه، اللهم آمين يا رب العالمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.